اسمها شريف منير. في الوقت اللي الشباب في مصر ما بقاش يقدر يستغنى عن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بقت روتين يومي زي الأكل والشرب والشغل والخروج، ظهر ناس شغلتهم إنهم يجذبوا أكبر كم من الشباب ده. الناس دول اسمهم بلوجرز، كل اللي بيعملوه إنهم يحكوا ويأكلوا ويلبسوا ويسافروا ويقولوا آرائهم في كل حاجة بتحصل حواليهم، وهي دي الشغلانة. أسمى شريف منير من البلوجرز اللي مؤخراً جمعت حواليها كم كبير من الفانز والمتابعين ليها. إحنا هنسألها إزاي تحول مجرد الكلام على السوشيال ميديا لشغل ومكاسب مادية. من الشغلانات الجديدة والغريبة ليا شوية، يعني كنت مستغرباها، والمستحدثة اللي بدأت كده تنتشر في الزمن اللي احنا فيه ده، هي شغلانة اسمها البلوجر أو الانفلونسر. حد يبقى عنده صفحة على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، معرفش بقى تويتر بيعمله ولا لأ، ويطلع يدلي بدلوه في أمور الحياة ويبقى كده بيشتغل وهو قاعد في بيتهم يعني، او هو ماشي في الشارع، او هو بيعمل اي حاجه في حياته عاديه، يفضل يتكلم، الناس تفضل تتلم على الصفحه دي، تحب تسمع له وتحب تشوف اراءه، لدرجه ان هما كمان يقعدوا يندهوا له ويبعتوا له فيديوهات وحاجات عشان يعلق عليها من كتر ما هو مؤثر، ويعني بقى حاجه اساسيه في حياتهم. بنوته جميله من البنات اللي دخلت موضوع البلوجينج ده وسمعنا عنها وعملت قلق كده بشويه فيديوهات مؤخرا، هي أسمى شريف منير. أسمى اهلا بيكي أسمى. اهلا بيكي. عملتي فيديوهات كده مره تتكلم على طريقه عمل المحشي والفيديو عدي مليون. على فكره الشيفات العظام في القنوات وكده فيديوهاتهم بعمل المحشي ما بتعديش مليون. ومره تقول لك اصل ما عملتش عمليه في مناخيري فالفيديو عدي 2 مليون. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله كله تمام. اولا انت احلى على الحقيقه من من الفيديوهات اللي بنشوفها، لان بتصوري نفسك غلط يا اسماء. دي حقيقه، اللي هو يعني كده مثلا بتبصي في الموبايل بتظلمي شكلك وبتظلمي نفسك، وما عادتي تقولي ما مش عامله مناخير، مش عامله، انت مكبراها اساسا مش كبيره. قولي لي كده بقى، انت في الاول كنت بتشتغلي مساعد مخرج واشتغلتي في كذا حاجه، ايه اللي خلاكي تتجهي لفكره البلوجينج ده، او انك تقعدي تدلي بدلوك على صفحتك وتقرري انا يا جماعه اشتغل بلوجر؟ هي جت بالصدفه، ان انا كنت اصلا بشتغل كميك اب ارتست من 2001، وبعدين بطلت ورجعت تاني. فبالمودرن وورلد والاسلوب الحديث يعني للتواصل مع الناس، هو دلوقتي بقى كل حاجه ثرو سوشيال ميديا. فقررت ان انا اعمل فيديو اقول للناس ازاي يحطوا ميك اب، او ايه الحاجات المهمه اللي هم يستخدموها او كده، وده موجود اصلا اوريدي على اليوتيوب وعلى كل حاجه، بس اجانب كلها. لا كانوا الاجانب اكتر، يعني الاجانب هم اللي بيعملوا فكره التوتوريالز او كده، ان هم ازاي يقولوا الميك اب. طب ما كانش في ناس يعني ميك اب ارتست مصريه بتعمل كده غير قليلين، او اتنين او ثلاثه في مصر كله بتعملي كده. بالظبط. دلوقتي كله بيعمل ده. بالظبط. فالفكره كلها هي برده فكره كله بيعمل كده، مش كله انفلونسر. عندي مشكله في الموضوع ده. فالفكره ان انا قلت اجرب، فلقيت ان في تفاعل من الناس، وابتدوا يكلموني في حاجات لي، يعني يسالوني في حاجات ملهاش علاقه بس بالميك اب، كبنت او كست، حاجات معينه بتواجهها، حاجه مضايقاها، حاجه نفسها تشوفها، حاجه نفسها تجربها. فابتديت اجرب ده في نفسي، وبعدين اقول لهم رايي في الموضوع ايه، فلقيت تفاعل اكتر. فخلاص يعني الناس حباكي وعايزاكي وعايزه تسمع رايك، فانت ده بيديكي حماس ان انت تعملي اكتر وتدي اكتر وكده. فالموضوع فجاه بقى فعلا قصه، بدا يجي لك فولورز ويدخل على صفحتك ناس وناس تاخد الفيديوهات بتاعتك تشيرها بره، والموضوع بدا يمشي اكتر. دي هي. كل ده ممكن اي حد يعمله عادي على صفحته. امتى بقى قلتي انه 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 اللي انا بعمله ده ممكن يكسبني فلوس، يعني ممكن تاخدي من وراه فلوس؟ انت مش انت اللي بتقرري، اللي بيقرر الشركات اللي بره.
لما بيشوفوا ان انت مؤثره بشكل ما، عندك عدد فولورز كبير، ليكي وجود، يعني ليكي وجود. ما هو في ناس كتير قوي برضو عندهم فولورز كتير وكده، بس ما يقدروش يشيلوا كونتنت يقولوا للناس انهم يعملوا جربوا كذا واعملوا كذا او كده. فلما بتحس ان انت زي اي حاجه، يعني في زي في السينما في التلفزيون، لما بتبقي متنوره بتتنادي في حاجه معينه تبتدي بقى تاخدي عليها اجر. فهي نفس الفكره، الشركات بتيجي تقول لك بما انك انت يعني بدل ما يعمل بيلبورد في الشارع يعمل حاجه حيه اكتر، يوصل للناس اكتر، بالذات انه بيبقى فيه تعليقات وبيردوا عليكي بالظبط، في تفاعل، فعشان كده بيبقى بالنسبه له احسن، بيوصل المنتج اللي هو عايز يوصله صح. بس انا بختار الحاجه اللي مقتنعه بيها مهما كانت الاغراءات ايه. المفروض يكون فيكي ايه؟ تبقي كاريزما مثلا، يبقى دمك خفيف، يبقى ايه يعني عشان الناس تبقى مستنيه تتابعك او الشركات تيجي تقول لك ايه؟ لان انا ساعات بشوف ناس بقوا توب، انا كدعاء يعني او انا وانا كاسمه برضو ما اقدرش بستغرب مين الاخت يعني عندها بقى وشركات فظيعه وحاجه بقى ما حصلتش، بس مش ببقى فاهمه يعني ليه وصلت قوي كده او بسرعه عملت كده. بصي بقى دي انا ما اقدرش، في ارزاق وفي قبول وفي رزق وفي ربنا وفي حاجات كتير قوي بتسهل يعني ان ده خلاص ده تشوزن ان هو دلوقتي يعمل كده. وفي ناس بتجتهد مهما كان، يعني في ناس ممكن بيكونش عندها القبول او كده بس الكونتنت بتاعها قوي او الحاجه اللي بتشتغل عليها قويه، فممكن ده بيرفعها، ممكن وراها ناس تسندها، بيخدموا بيخدموا عليها. انت لوحدك ده مكتبها اهو كل حاجه قلوبه اهو، بس هو ده المكتب اللي بتشتغل منه وخلاص. تصحي الصبح تاخدي بنوتك تلبسيها مش عارفه ايه، تصور نفسها، تنزل تاكل عربيه فول تصور نفسها، تعمل محله محشي تصور نفسها كل حاجه بحسها في ساعتها. يعني في حاجات طبعا برتب لها وبتبقى قليله جدا من يعني 10% من اللي بعمله، وفي حاجات اللي هو حاجه اشوفها تستفزني يلا اتكلم على طول فيها، فاهمه قصدي؟ بلس انا شخصيا انفعاليه وحماسيه، وعشان كده انت ما بتتكلميش في اي حاجه كريتيكال، يعني حاجه مثلا كل الانفلونسرز او في ناس معظمهم مثلا فنانه قالت كلمه كله يطلع يتكلم عنها، مش عارفه مين عمل ايه كله يطلع يتكلم. انت مالكيش دعوه باي حد بيعمل ايه؟ مالكيش دعوه، لا ليا دعوه بالدين ولا ليا دعوه بالسياسه ولا ليا دعوه بالكلام اللي بيفضل كل طب ما كل الناس بتهري فيه، انا ليه ابقى انا بلس كمان؟ لا اروح في حتتي انا بتاعتي الكومفورت زون بتاعتي اتكلم فيها، والحاجه اللي تريبريزنت مي اللي اقدر ابقى بدي فيها رايي بجد، لكن انا طيب ما عنديش. انت اسمى شريف منير وباباكي الفنان المحبوب شريف منير، وكان ممكن موضوع سهل على فكره، بيس اوف كيك يعني. بابا كده معدي من ورانا اي حاجه يعني ايه نلم علينا، عارفه لم علينا عبيدك يا رب، يعني اقدر اقصد تقدري تستغلي وجودك معاه او صحابه او كده يطلعوا معاكي ما اعرفش ايه فتعملي فولورز. ما انت بتطلعي الواحد بتطلعي بالبيجاما يا اسماء وشعري منكوش مش حاجه يعني في حاجه معينه يعني على فكره ده احسن ده واقعي اكتر يا بتستغليش الاسم خالص خالص بقى. بصي انا عندي مشكله فيه من الاول خالص وانا مش عايزه اعمل كده. وبعدين عايزه اقول حاجه ستيل، ما هو انا بنته وغصب عني اسمي هيبقى اسم شفير، هو راجل يعني انا مش هقول لك بقى مش هقعد اقول كلام بقى تطبيل بقى، هو دي حقيقه بس انا بحبه كده. بس هي الفكره انه انا I wanted to know my worth، يعني كنت عايزه اعرف انتك من غيره لانه في ناس هتقول لك تعالى تشوف مني يعني طبعا يا فندم نشغلها طبعا، فاهمه الفكره؟ طب ليه انا عايزه اعرف انا كويسه ولا لا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه ممكن على فكره استغل اسم ابويا واعمل ده مفيش مشكله، بس فكره الاستمرار، ما هو انا هيجيبوني مره عشانه اثنين عشانه ثلاثه عشانه، بس مش هفضل طول عمرهم يجيبوني عشانه. لو انا ما عنديش محتوى كويس وما عنديش حاجه اقدمها الناس تشوفها مش هيشوفوني. انت بقى الاشياء بقت معدن وحسيتي كده انه ايه الصفحه جابت لك فلوس او عرفتي تكسبي من وراها او كده؟ هو انا حاليا مش بكسب زي ما يعني زي ما الناس متخيله خالص، لسه انا في منطقه القاعده او ان انا ببني لسه في الحته اللي هي فيها ثبات شويه. بعد كده ان شاء الله يا رب الدنيا تزهزه بس دلوقتي
الموضوع في مرحلة البنى والاستقرار مع الفانز. انت بتقولي الموضوع خد الاول كان في ناس ممكن تشتم او في ناس تعليقات ولحد دلوقتي مش لائقة بس الواحد بقى بتدي يكبر ويفولف ويحس ان هو ما بقتش تفرق معاه. اسماء شريف منير، انت مسمية نفسك اسماتيفيتي، ده هاشتاج عملته جديد، ان فكرة الهاشتاج تقدر تلمي فيها كل حاجة. لاني بنزل حاجات على انستجرام وعلى مش عارفة على الفيسبوك وكده، فعشان الم كل شغلي انا حتى اعرف ادور عليه تاني. أيوه. فكنت عايزة هاشتاج يوحد الموضوع. صحيح. وفي نفس الوقت برضو بيعمل انتشار. في حد كان قال لي ان انت يعني بتقولي انا بشقه وبجري على اكل عيشي وكلام كده، ده قلتيها فين دي؟ لا، ان فكره ان مش فاكره يعني ايه بالظبط اني بتكلم في ده دايما، انه واحد بيشتغل وبيتعب في كل حاجه. انا يعني انتشرت في كذا حاجه وكده عشان اولا كنت عايزه اعرف انا شاطره في ايه، فعملت حاجات كتير عشان اعرف ده، وفي نفس الوقت انا بتعب في شغلي وبشتغل طب انا اسفه يا اسماء، ممكن حد يبقى قاعد مطحون في حته ويقول لك بيتعبوا في ايه، دول ما بيتعبوش، دي شغلانه سهله جدا، ده احنا كلنا نطلع الصبح نصحى الصبح نفتح صفحاتنا ونشتغل الشغلانه دي، ولا متعبه ولا حاجه؟ لا متعبه طبعا. في ايه؟ اولا في تحضيرها، في انك انت تبقي بتعملي حاجه ماشيه مع الترند، انت بتذاكري somehow ان انت بتشوفي ايه اللي من الناس بتتكلم فيه والناس بتعمل ايه وايه الجديد وايه اللي مش جديد، زي اي حد بيعمل برنامج هو نفس فكره البرنامج على فكره. وبصي بقى انت عندك مصورين ومعدين وحاجات وبتاع، انا بقى كل ده. انا دايما بقول انه احنا 100 مليون مش احنا 100 مليون فعلا؟ احنا 100 مليون ومفيش حد هيكوش على 100 مليون لوحده، مليون حد ممكن ينجح، ومصر دي يعني محتضنة الكل. فأسمى طالعة بتعمل سبوت لايت على شغلانة مستحدثة وجديدة، وممكن ناس كتير لو شايفين نفسهم في القصة دي في مجالات بقى كتير مختلفة ممكن يعني يدخل كل حاجة، حتى الطب يعني ممكن دلوقتي يبقى في بلوجر في الطب. طبعا ايه مشكلة، اي حاجة في الدنيا ممكن يبقى لها بلوجر، انه بيتكلم على المهنة والحاجات المفاهيم الغلط المفاهيم الصح. السوشيال ميديا دي بقى دلوقتي طبعا انتوا بتسعوا انه التلفزيونات تاخدكم، واحنا بنسعى ان السوشيال ميديا تاخدنا. بصي يعني دايما انا بقيتش فاهمة اذا كانت السوشيال ميديا هي الفيوتشر، لان انا بقيت اشوف افلام بتتعمل على السوشيال ميديا دلوقتي، افلام كبيره بانتاج كبير وكل حاجه بتتعمل على السوشيال ميديا. ما بقتش عارفه المقياس في ده انهي الاحسن، يعني النجاح ده رهبه وده ليه رهبه. بصي يعني التبادل، النجاح متبادل، يعني احنا ما نقدرش يعني بنقيس احيانا شغلنا في التلفزيون بانه انتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير، برنامج بيتعمل ويتقصقص وينزل على السوشيال ميديا، وانتوا بتقيسوا نجاحكم بانه البرامج بتاخدكم وتطلعوا فيها. فالحقيقه انه ان شاء الله يعني يبقوا الاثنين ايه ظهر في ظهر، عشان احنا لا احنا نقفل ولا احنا نقفل ولا انتوا تقفلوا، لا احنا مش هنقفل واحنا مش عايزين نقفل ارجوك. يعني شايفه نفسك فين في المرحله اللي جايه، او بتطمحي لايه وعايزه تعملي ايه؟ عايزه اعمل برنامج بتاعي بيقول اللي انا حاساه، مش شرط بقى على التلفزيون او على السوشيال ميديا، انا مش عارفه لسه، عارفه بجد مش عارفه لسه ايه الاحسن لي او ايه اللي اقدر اوصل بيه لاكبر عدد ممكن. انا دايما بقول حاجه، ان انا هغير العالم، دايما بقول كده، لاني بشوف ان لو حد غير في سلوك صغير جدا فيه ده بيعمل حاجه زي الريبل ايفكت، عارفه لما الطوبه بتقع في الميه فتعمل الريبل ايفكت، فهي الفكره في كده، انه لو حد الميه الراكده اللي هو انت تضربي في الميه الراكده فتحرك تحريك المياه الراكده بالظبط. فبحس ان لو الواحد اتغير في حاجه بسيطه جدا، الموضوع ده لو فضل انت عندك بقى فولورز وعندك ناس قلت لهم ده هيغير. هو ده يعني ده الموتيف او ده الهدف اللي احنا بنشتغل بيه، انه دايما حلقه زي دي، احنا عاملين حلقه زي دي علشان نحط ننور المنطقه اللي الشباب بيشتغل فيها. دلوقتي كان زمان يقول لك ان فتك الميري اتمرمغ في تراب، دلوقتي لا، ما بيتمرمغوش، بيدوروا وبيستحدثوا، واللي وقع منهم يدوروا ويشوفوا غيره. انا مبسوطه ان انت كنتي معايا النهارده يا اسماء، وان شاء الله كده يعني فيديوهاتك مش عارفه تروح فين بقى، احنا دلوقتي 2 مليون وحاجات كده، مين دول؟ ايه امتى ده حصل؟ امتى الكلام ده؟ احنا بنبقى هنموت عشان نعمل بس ربنا معاكي، وان شاء الله يعني نشوف لك البرنامج قريب يا رب. ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي جدا.